تاريخ البشرية أحد بكاه الأنبياء قبل أن يولد إلا الحسين، وليس هنالك قبر زاره الأولياء والأوصياء والصالحون من عباد الله قبل أن يدفن فيه صاحبه إلا قبر الحسين. وجميلا قال الشاعر: كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما، قبل أن يقع بكاه آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطع، ونوح أبكيته شجوا وقل يبكي بدمع حكى طوفانه دفع، ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران، نمرود عنه الله قد دفع، كلمت قلب كليم الله فانبجست عيناه حزنا كالغيث منهمعا، ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع. إيمان الحسين عليه السلام كان وراء ثورته، وعزته كانت وراء شجاعته، وأنفته كانت وراء إرادته، وصبره كان وراء شهادته، وحكمته كانت وراء انتصار دمه على سيوف أعدائه. كل حركة من الحسين عليه السلام كانت وراءه قيمة من القيم الأساسية في هذه الحياة. كل ما فعله الحسين في كربلاء كان مختلفاً عما فعله الرجال في تاريخ البشر. هل سمع أحد شجاعة وصبرا وحزما ورشدا وأنفة وصمودا وثباتا في المواجهة إلى آخر رجل وإلى آخر لحظة وإلى آخر قطرة الدم كما كان لدى الحسين عليه السلام في عاشوراء؟ كأن عاشوراء لم تكن ملحمة واحدة بل مئات الملاحم، وكأن الحسين عليه السلام لم يكن بطلا واحدا بل مئات الأبطال.